تلقت إليزابيث تعليمها في المنزل، فدرست التاريخ والأدب والموسيقى، وتعلمت اللغة الفرنسية أيضا، وتميزت بانضباطها وتحملها للمسؤولية. من ضمن ألقابها أيضا المرأة الشجاعة. ففي عام 1939 دخلت بريطانيا الحرب العالمية الثانية، وتعرضت لندن إلى عمليات قصف جوي متكررة، لكن الأميرة الشابة لم تقف مكتوفة الأيدي لتنعم بحياة الرفاهية التي نشأت فيها فحسب، بل اعتبرت الحرب بمثابة اختبار لها، فانضمت للجيش الملكي عام 1943 رغم أن سنها لم يتجاوز 16 عاما. كما انضمت إلى الخدمة الإقليمية للمساعدة في المجهود الحربي، وسافرت مع نساء بريطانيا لتصبح سائقة وخبيرة في الميكانيك وإصلاح الآليات.